بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع جديد ايزي بوانيت. بعد ما شفنا بعض لي كونترول بالنسبة للونغاج ديسكتوب سي شارب، دابا غادي نشوفو كيفاش نكريو دي زيفينمون. دونك اشنو هو ان ايفينمون؟ ان ايفينمون هو واحد لاكسيون كنطبقها على واحد لو بوطون، يعني اشاك فوا درت اون اكسيون بالنسبة لذاك لو بوطون تعطيني واحد ريزولتا. هذيك ريزولتا كتمثل فيها اما تكست او لا ميساج بوكس او لا نسد فورم نفتح فورم اخرى اتسيتيرا. المهم على حسب ليفينمون اللي بغيت انايا او لا على حسب لاكسيون اللي بغيت انايا. دونك غادي نمشي اول شيء نمشي نكري ان كلاس نيو شي ايتم. اوكي بغيت نيو كلاس، اد نيو كلاس غنسميها ايفنت. هاد لا كلاس خصني نستعمل بما انها desktop using system.windows.forms après using system.draw. دونك هاد الكلاس كتيريتي من الفورم. من بعد غنمشي نكري btn f1 button btn panel panel pen l text box text او label lpl. من بعد غنمشي ندير public event. دونك غنمشي نكري constructor par default. من بعد غنمشي ندير panel عفوا pen l تيغال a new panel. دونك غنمشي انستونسي لي كونترول كاملين بي تي ان كيسينا نيو بوتون. نبغي غنمشي ندير تيكست كتسناو لنا نيو تيكست بوكس. ابخي غنمشي ندير لابيل اخوان ال بي ال كتسناو نيو لابيل. مزيان. دونك عندي بالنسبه لي كونترول بثلاثه. بالنسبه للبي ان ال غنمشي نقول بي ان ال بوان بارنت تيغالا ذيس. ابخي غنمشي نقول ليه بي ان ال بوان لوكيشن. بوان لوكيشن كتساوينا نيو بوينت غنقول ليه 300.300. ابخي غنقول ليه بي ان ال بوان عفوا بالنسبة لوكيشن 5 5. وغنمشي نقول ليه بي ان ال بوان سايز كتساوينا نيو نيو سايز نقول 300.300 سي بون. دونك بالنسبة للبوتون غنمشي نقول ليه نفس المسألة تا هو بارنت. غير غنبدل ال بي ان ال بي تي ان بي تي ان بي تي ان. بالنسبة للنيو بوينت 5 5 بالنسبة للديس بيكون في بي ان ال. وبالنسبة للسايز تهمنيش خلي باغ ديفون غنقول انا هنا تكست كيساوي لنا بوتون 1. بالنسبه للوكيشن قلنا 5 5. بقى عندي تكست بوكس غندير تكست بوكس افون لو بوتون. غيكون نفس المساله هنا 5 5. هنا بالنسبة للبوطون قلنا بالنسبة للسايز تيمناش توا بالنسبة بيكون بي ان ال. دونك قلنا بالنسبة للبوطون بيجي حدا بيجي التكست بوكس حدا البوطون. دونك باش يجي حدا غنقول ليه في الاكس غيكون فيه 10 بلس بي ان ال اف 1 تكست بوان ويزيت باش تلويزيت وبيزيد على هادي بيكسل وبيمشي ديال 5 بيكسل. دونك غادي ندير اون كوبي هنا تيكست ماشي بي ان ال تيكست. بالنسبه للبوطون بيجي بالنسبه لابيل بتجي فيها باي زوبل 10 ولكن بتجي عندها هاي تيكست بوان هاي. وبنجي نعطيو هنايا 5 بيكسل. بالنسبه للتكست هنا ب
بتكون لابيل LBL LBL ماشي نيكزيكوتي بالنسبة للبروغرام انستانس سيت مي ايفينيت ماشي نيكزيكوتي. او عطاني بوتون او عطاني تكست بوكس عطاني بوتون 1 سي بون. دونك هادشي اللي بغيت. دونك انا بغيت نكريي دي زيفينمون يعني في ان فون كليك على لو بوتون يمشي افيشي ليا في اللابيل اللي كريت باغ اكزومبل باللي راه كليكيت على لو بوتون. دونك اشنو غنمشي ندير فيو كود. دونك هنا غادي نمشي نكري اون اوتر او واحد لا ميثود اخرى غتكون هاد لا ميثود بريفيت حيت ما بغيتش ناكسي ديالها من خارج لا كلاس. بريفيت فويد بي تي ان اندرسكور كليك اوبجيكت سندر ايفنت ايفنت اركس اي. دونك هنا شنو غنمشي نقول ليه غنمشي نقول ليه اون فوا كليكي على البوطون بيمشي بيدير ال بي ال بوان تكست غوسوا بي تي ان كليك لان راه البوطون كليكيت عليه. دونك كيفاش غادي يمشي نافكتي هاد لا ميثود البوطون. دونك غنمشي للبوطون غنقول ليه بي تي ان ان بوان كليك يعني في ليفيمون كليك بلوس تيغال انيو. لاحظ معايا اوتوماتيك معطاني ايفنت ايفنت هاندلر وغنمشي نعطي لا فونكسيون هي بي تي ان اندرسكور كليك. لاحظ معايا فاش نمشي نيكزيكوتي فون كليكي باغ اكزومبل على البوطون عندي شي مشكلة في اللابيل. البيل بوينت تكست وما افيشاج دونك عندي شي مشكل في اللابيل بعدا لوكيشن هي ديس بوينت بين ال من ال ال بي ال بوينت بارنت بوينت لوكيشن بوينت تكست. شي مشكلة في اللابيل لابيل باغ اكزومبل فيد باش ندير بويلد بعدا باش نشوف واش عندي شي ايرور. طوب ما عندي حتى ايرور دونك علاش ما عطانيش تكست بالنسبة للابيل. الايرور اللي دير هو انني مخبيها ورا تكست. دونك هنا فين غادي نخليها 5 وهنا غنقول ليه this point text point هاي راح معايا دابا الا مشيت درت لها فيد هذا فيد هي اوتوماتيكمون عطاني فيد. اون فوا كليك على لو بوطون نمشي نبدل بعدا التكست ال بي ال دونك باش نمشي افيشي لو تكست في لابل. اون فوا كليك على بي تي ان اوتوماتيكمون عطاني بوطون كليك. دابا انا بغيت اون فوا تشارج على فورم حيد هاد ال بي ال بوان تكست يبدلها باش باغ اكزومبل لابل 1. دونك هنا اش غنمشي ندير غنمشي ندير بريفايت فويد مي اندرسكور باغ اكزومبل لود تبقى ديما اوبجيكت سند ايفنت اركس اي. غنمشي نقول ليه ال بي ال بوان تكست كتساوي لينا لو فيد باغ اكزومبل او لا لابيل 1. انا بغيت هاد لو بوطون اون كليك عليه انيساليزي لا شين بلو فيد ابخي نمشي افكتي لينا لا شين اي حاجه كتبتها في اللابيل. اولا نخلي بي تي ان كليك ونمشي نقول ليه بريفايت فويد تكست اندرسكور ال بي ال يعني داكشي كاع اللي كتبت في لو تكست بوكس نمشي تافيش عندي في اللابيل ديما تبقى اوبجيكت سندر ايفنت اركس اي. ونمشي نقول ليه باغ اكزومبل ال بي ال بوان تكست غوسوا تكست بوان تكست سي بون. دونك غنمشي ندير هاد لي زيفينمون كاملين. بالنسبه للود غنقول ليه ذيس بوان لود بلس تيغال نيو ايفنت هاندلر ونقول ليه مي اندرسكور لود بالنسبه للود. ونمشي نقول ليه باغ اكزومبل بالنسبه للتكست بوكس غنقول ليه تكست بوان تكست تشانجيت يعني اشاك فوا كتبدل التكست بلس تيغال انيو ايفنت
هاندلر وغنقول ليه تكست اندرسكور مشكل بوان تكست مشكل نيو عندي تكست اندرسكور ال بي ان بوان فيرغيل دونك غنمشي نيكزيكوتي لاحظ معايا في اللود عطاني لابيل 1 كليكي لو تكست عطاني بوتون 1 باش نكتب باغ اكزومبل get it easy point net à chaque fois quand que c'est chargé automatiquement quand que c'est mal et là mais c'est par exemple que c'est un as et automatiquement que tu écris هنايا نيشان في اللابيل دونك باش نكري هاد لي زيفينمون كنستعمل لا كلاس ايفنت هاندلر كنمشي كنديكلاري دي واحد لونسومبل تاع لي ميثود ديالي من بعد فاش بين افيكت مثلا واحد ليفينمون او لا باغ اكزومبل بغيت نستعمل واحد لو كونترول في ان ايفينمون باغ اكزومبل اي فون كليك على بوطون باش يكتب في اللابيل اوتوماتيكمون خصني نديكلاريهم جلوبال ونديرهم ريفيرونس دونك كنستعمل دي ريفيرونس ابخي كندخل كونستركتور وكان انيساليزي ولا كان افكتي ان اوبجي يعني نيو كان انستونسي من لوبجي اللي ديكلاريت انا الفوق دونك حتى لهنا كنكون شفنا كيفاش نستعملو ان ايفينمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.